طلع لنا كده ماشي ما تكره عاملين ازاي يا نهار اسود. السلام عليكم ومبتدئ فلوج جديد ضرب نار طبعا البتاع اللي كنت المفروض هنبينها الهديه الفرتيك طبعا لو انت مش مشترك في القناه انزل دوس سبسكرايب واعمل لايك للفيديو ده عايزين نوصله ربع مليون دلوقتي يعني الفيديوهات بتوصل 100,000 200,000 عايزين نوصله ربع مليون وروني فيديو عليه ربع مليون لايك نستفوا حياه اكيد. فكره الفيديو بتاعت النهارده المفروض ان هي عباره عن مقلب ضرب نار بس في نفس الوقت هيبقى في اخره في مفاجاه جامده ضرب نار اللي هيتعمل فيه المقلب وليكوا انتوا ذات نفسكم عشان خاطر هنكسبكم حاجات بقى ضرب نار في اخر الفيديو بقى بتتفرجوا للفيديو للاخر عارف لو قدمت لو مسكت الموت كده او عملت تاتش كده في النص هيعرفك وهجيبك حبيبي. دلوقتي بقى المفروض ان انا جالي بصراحه يعني عشان خاطر قبل ما تيجي الفيديو لان طبعا يعني حسيت ان هو التعب فيهم الثلاث بنرات دول المفروض الثلاث بنرات دول المفروض ان هم عباره عن هدايا جولي بس يعني هحتاج مساعده بودي بيلعب ودي بيلعب طبعا هو اللي بيصور انا 25 جنيه وعمال يقرفني بيه من الصبح 30 جنيه ها؟ زاد يابا كل حاجه زادت البنزين زاد فلازم الحاجات بس الشوار بيزيد معاه ايه رايك؟ جامد يا جدعان السكسي يا جدعان بص يا جدعان يمين وشمال وبتاع خلاص يابا مفيش احلى من الطبيعه يا جدعان بص الحلاوه الطبيعه كرهت يا عم استنى بقى اوريكم الهديه اللي جايه لي عشان خاطر يعني بصراحه الهديه متعوب فيها فلازم اوريها لكم عشان خاطر ايه بص يا جدعان اول بنر ممكن تمسك قدام استاذ بودي بيلعب حبيبي يا صاحبي ماشي واول بنر طبعا اول بنر في صورتي الجامده جدا ضرب نار طبعا طبعا وتقريبا كان كاتب مؤمن ايوه محمد مؤمن ومكتوب ايه هنا تاني باينها بس كده كلمه السر توب التوب كلمه السر توب التوب وكاتب هنا شاور 11 وهنا محمد مؤمن طبعا شكر خاص لمحمد مؤمن اللي عامل البانر ده وتعب نفسه تسلم ايدك يا حبي يا حب قلبي من الداخل اني احبك حبا كثيرا تاني بانر عودة سيمبا ده عشان خاطر لما جبنا القط بتاعنا من هيكل توينز بص لوجو سيمبا يا جدعان افجر لوجو في المجره بيتطبع على شاور شوب دوت كوم يا جماعه حتى بصوا مكتوبه تحت اهي شاور شوب دوت كوم هو كاتبها كمان الموقع يعني لو جيتوا تبحثوا عن طريق جوجل كتبتوا شاور شوب هتبصوا تلاقوا افجر شيرتات في المجره بتطلع لكم بصوا يا جدعان روح روح هناك عشان كده هتخلص انت ده في تاني اوف 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 شفت يا ولد بقول لك يا صاحبي ايه هو مين مصور الصورتين دول؟ اللي مصور الصورتين دول واحد فخم وواحد ولع توب التوب بس مش هو ده بودي ولع هو اللي مصورني طبعا عشان هو افجر فوتوغرافر في المجره برضه كلمه السر ضرب نار ومكتوب هنا طبعا اكونت الانستا بتاعه اللي عامله شاور تلات وحيد ده انا طبعا انا الجامد ده وطبعا هو اسمه ايه؟ محمد مش عارف ايه كده مؤمن يا عم ايه محمد مؤمن محمد مؤمن ايوه الف شكر لمحمد مؤمن هو تقريبا كان في ورقه فيها رقمه فلو لقيتها هتصل بيه دلوقتي حالا في الفلوج للاسف ما لقيتش الورقه بس الهديه وصلتني طبعا وفرحتني جدا 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 يا ريت تبعت لي على الانستجرام على شاور ثلاث وحيد لان الورقه اللي انت كنت بعتها فيها رقمك تقريبا ضاعت او وقعت مش عارف بصراحه بس البنرات كلها وصلت مفيش حد خنصر حاجه كده ولا كده نخش بقى في فكره الفيديو فكره الفيديو على طول بقى ايه المفروض ان انا اتصلت ببودي ولع لسه من ربع ساعه بالظبط قلت له تعالى لي عشان خاطر احنا ناويين نعمل مقلب واحد نايم جوه في الاوضه اللي جوه هوريه لكم دلوقتي حالا بس مش هقول هو مين عشان خاطر او تقول يا عم ناصر معجزه دلوقتي ايه اليوم اللي هتقيم فيه من ناصر عشان الفيديو بتاع عيد ميلادي ايوه غربل لي من اللي تلج افراح فلاش باك بقى شوفوه قصر قصر قصروه قصروه قصروا يلا قصروا صراحه دلوقتي هنخش نبص على ناصر وهو نايم جوه نتاكد بس هو نايم ده ولا صحي ولا ايه الدنيا لان انا كنت بجعر جامد وانا بطلع البنرات لو طلعت بجعر وصحي اللي جاب الهديه دي انا هكشمحه طبعا ان المفروض ان ناصر بايت عندي بره ايه اللي بقيته عندي احنا طبعا كنا راجعين من السفر امبارح فهو كان راجع معايا متاخر فاتصل بامه ما ردتش عليه وهو معهوش مفتاح الشقه فطبعا مات عندي فانا طبعا ازاي ما استغلش الفرصه ما كنتش اتعامل فيه مقلب طبعا يا جدعان فكره الفيديو المفروض ان ناصر نايم جوه ومعاه الموبايل بتاعه جنبه طبعا هو معاه موبايل ايفون 4 فاحنا يعني ناويين نعلمه له شويه عشان نعمل فيه مقلب وفي نفس الوقت هنجيب له موبايل جديد بداله فاحنا هنخش طبعا كده بص المفروض ان انا هاخد الموبايل الايفون 4 بتاعه اجيبه احطه هنا عشان احممه له Thank you.
نصر اصحى يا حبيبي، تليفونك هيعوم يا حبيبي. اصحى يا حبيبي، اصحى لي بس كده فوق. بص يا وش، ده تليفونك يا حبيبي هيعوم. بص تليفونك ميه وصابون. ماشي. قول انا كلب 10 مرات. مش قايل. وايه اللي مش قايل؟ مش هتقول كلب 10 مرات؟ اه قاعد في تليفونه بابا ولسه قاعد يتكلم. كلب 10 مرات. ده اللوز ده. مفيش كلب 10 مرات؟ مش هيقول كلب 10 مرات. شوفوا شغال كده ولا حاجة. هتقول من الناحية التانية ليه؟ مش عارف. يا عم ده تليفون ايفون 4، انت عارف ده بكام كله على بعضه اصلا؟ شايف انت كده يعني؟ تليفون كله على بعضه ب 200 جنيه. شايف كده؟ عادي يا عم ده انا بنضفهولك. انت على شايف كده؟ هو شايف اكتر من كده اصلا. شايف كده اكتر من كده. انت وشك اكبر. بص انت كده بقى. لازم يلا عشان كده مش هتكلم معاك تاني ولا رجعت اول معاك تاني. ازاي التليفون بتاعك بيرسل كده؟ بص يا حبيبي، بص يا حبيبي انا محدش يسيبني ويمشي. بص يا كوكو، بص بص يا جدع عشان محدش يسيبني ويمشي. بس ده اولا عشان محدش يسيبني ويمشي. خد عسير 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 اللي انت عملته ده يا اسطى؟ ايه اللي عملت؟ التليفون بتاعك باظ. باظ في ايه يا عم؟ عمر انت كمان. يا نهار اسود. ايه ده يا عم انت؟ ايه الهزار ده يا عمر؟ ضهره سليم ولا ايه كده؟ يا نهار اسود يا اسطى. والله يا اسطى ما ينفع اللي انت بتعمله ده يا عم انت. هو انت مش عيد ميلادك جه؟ اه. طيب احنا عاملين لك مفاجاه ضرب نار. بص يا صاحبي. اهلا دلوقتي يا جدعان، اتصدرنا مع ناصر. طبعا زي ما احنا قلنا هنعمل في مقلب، بس في مفاجاه توب التوب تحت البيت. مفاجأة ايه بقى؟ مش لازم تعرف. مش هتبقى حلوة. يا جدعان احنا دلوقتي هننزل الشارع في مفاجأة متحضرة لناصر، هتشوفوها دلوقتي حالا أول ما ننزل. دلوقتي يا جدعان المفروض ان احنا جبنا ناصر المعجزه عند اكبر محل ايفونات في الشرق الاوسط كله، اللي احنا بنجيب منه تليفوناتنا كلها وتليفونات عائلاتنا كلها. طبعا ده المدير التنفيذي بتاع الفرع. المفروض ان احنا جايين دلوقتي عشان خاطر نصالح ناصر ونجيب له تليفون ضرب نار جديد. ثانيه واحده بس، هنقفل الباب عشان خاطر التكييف. بص بقى ناصر دلوقتي، يا ناصر احنا كسرنا لك تليفون ايفون 4. ماشي. اللي هو ايفون 4 ده بقى ايفون اكس ماكس. اوكي. في هنا ايفون بقى اكس فاكس، ده طبعا اللي هو الاصدار الاعلى. ماشي. ماشي. هنا بقى ايفون 6 باكس اعلى منهم هما الثلاثه. عارف بقى ايه ده بقى؟ ايفون ده هو ده بتاع حور. انت شكلك ما انتش عايز تليفون. لا بس يا صاحبي، انا مش عايز محاولاتي ولا في تليفونات ولا في اي حاجه. انا عايز محاولاتي. اه انت عايز محاولاتي. طب يبقى اقول لك على حاجه حلوه. الباتريه اللي قدامك دي، ماشي، اختار منها التليفون اللي نفسك فيه. أي هي دي المفاجأة يا جدعان اللي انا كنت محضرها لك، اللي انا طلعتك عشانها الشقة. احنا جايبين ناصر عشان خاطر نعلي له التليفون بتاعه. طب بقول لك يا صاحبي بعد اذنك، يعني انت ممكن تكسر التليفون ده يعني وتجيب له حاجة من ورا؟ لا ما ينفعش، هو ناصر بس عشان عيد ميلاد. طب ليه بس يا صاحبي؟ طب ما في عيد ميلاد جبت لي تورته بس يا عم. يابا تورته حاجة حلوة. طب ما تليفون بس. ما دي زي التورته برضه، انت كل واحد على حسب عيد ميلاده بيجي في وقت عامل ازاي. طب السنة الجاية هو عيد ميلادي وهتجيب له ايفون اكس. تجيب لك تورته اكبر. لا ايفون اكس. اختار يا ناصر تليفون من البتاعة دي كلها. بس يعني ايه، خليك حنين على اخوك يعني عشان خاطر. اي تليفون؟ اي ايفون يعني عشان انت اتصل لك. ايفون؟ اختار ايفون عشان خاطر الايفونات هنا جنب. اي ايفون بس ناظر خد بالك ان في ايفونات غاليه. ها اختار من هنا، تعالى هنا عشان اشوف اشكالهم من بره. طب ماشي شوف. ماشي. لا يا جدعان ناصر هيتفرج على الايفونات من بره. التكييف بس مش كتير من كام فيا. ما زي مش هتنبص بصاته عامله ازاي الايفونات. بص بصاته يا رب ما يختار تليفون هنا. يلا عشان نقول مبروك. التليفون ده عايز ده.
ده ايفون ايه ده؟ 6 بلس بس. ايفون 6 بلس بس. انت يا ابني حنين ليه كده؟ شوف عشان انت اخويا ما مش فاضي اجي عليك. شوف كسرت له موبايل فور جبت له يا دي اخويا يا جدعان انا هدخل معاك اخويا انت عشان طالع فين دلوقتي بقى يا جدعان المفروض ان احنا هناخد التليفون وهناخد العده بتاعته دلوقتي بقى اقعد على المكتب بس عشان خاطر ايه عايز اقول لكم بقى كلام مفاجآت للشوارجيه بقى اللي هو انتوا اللي بتتفرجوا في مفاجاه للشوارجيه بس اقعد على المكتب عشان خاطر اتقمص الدور واعرف اقول لكم المفاجاه كويس ايتها الجماهير العريضة طبعا لايق عليا صح ان انا بيه بقى ومكتب وبتاع وحركات ها طبعا محلات كوميديا ستور عامله مسابقتين او جايزتين او يعني مفاجاتين للشورجيه بس اي حد هيجي المحل هنا يقول ان هو تبع الشورجيه هيتعمل له خصم 10% على اي حاجه هيشتريها موبايل اكسسوري اي حاجه هتخش تقول له بس انا مش شورجيه يابا خصم 10% وقت كده تروح واخده وقت كده طب وايه هي المسابقه الثانيه المسابقه الثانيه لعشاق الموبايلات ده عايز تكسب تليفون كده في السريع انزل اكتب 10 كومنتات ورا بعض تحت في الفيديو فيهم كوميديا ستور الكومنت اكتب فيه كوميديا ستور وتكون عامل فولو على الانستجرام وتكتب على اخر صوره 10 كومنت كومنتات برضه كوميديا ستور وهنختار كومنت عشوائي نكسبه ايفون هديه يعني هتكتب 10 كومنتات وتبقى عامل فولو وطبعا عامل سبسكرايب دي حاجه مش محتاج ان انا اقولها لك يعني وهنختار الكومنت هنجيب له ايفون وطبعا هنصوره في فيديو وهو بيكسب ايفون هديه ضرب نار انا متحمست ليه بس ايفون كده عارف متحمس بتدي كده احتاج المكتب كده ازاي تقدروا تتواصلوا مع محل كوميديا ستور او تعرفوا عنوانه طبعا محل كوميديا ستور في طنطا عندنا في شارع اسمه سعد الدين اي حد يسال على محل كوميديا ستور اشهر من نار على العالم في شارع سعد الدين طب لو انت مش من طنطا وعايز تيجي تشتري تليفون هتلاقوا اللينكات بتاعته تحت في الديسكريبشن وارقام التليفونات لو عايزين تتواصلوا معاهم طبعا انا لو هزيت سنه يمين او سنه شمال بالغلط وحاجه وقعت من هنا مش هروح بيتنا النهارده طبعا من مكاني هنا احب اختم الفيديو واقول لكم طبعا كومنتات كتير كومنتات كتير عشان خاطر اللي عايز يكسب ايفون اكتب كومنتات كتير عشان تكسب ايفون ماشي مش هقول تاني ها نهايه الفيديو النهارده من جنب الايفون مش لازم من جنب الايفونات نهايه الفيديو النهارده اشوفكم الفيديو الجاي